بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل الـ ENT course for undergraduates. احنا كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على طول عن الـ Acute Otitis Media، وكنا خدنا الـ definition بتاعها وعرفنا ايه هي الـ stages بتاعتها، 5 stages زي ما اتفقنا، وخدنا الـ symptomatology وخدنا الـ treatment بتاعها، وأجلنا جزء مهم جدا لمحاضرة النهاردة اللي هو الـ special forms. في أنواع معينة من الـ Acute Otitis Media، Special Forms of Acute Otitis Media، من أهميتها بيتعمل لها محاضرة لوحدها، ولأن احنا بنشوفها كتير وبنخاف من الـ Consequences بتاعتها لازم يتعمل لها Lecture لوحدها. طيب هنبدأ الأول بالـ Special Forms of Acute Otitis Media. زي ما حضرتك شايف في الصورة أنا كاتب ثلاثة، هما حقيقي في واحدة رابعة بس أنا هقولها لك دلوقتي وهنأجل شرحها بعدين. أول واحدة هي الـ Acute Otitis Media in Infancy and Childhood، اللي هي دي. هي نفس الأكيوت أوتيتس ميديا اللي في الأدلتس، بس اللي فارق الإنفانسي والتشايلد هود ليهم سبيشال باثولوجي، ليهم سبيشال مانجمنت، علشان كده كتبناهم أو هناخدهم لوحدهم. في الأكيوت أوتيتس ميديا الكومبليكيتد زي كومبليكيشن باي فيشيال نيرف بولسي، ودي هنتكلم عليها النهارده إن شاء الله، وفي كومبليكيشن ماستودايتس، ودي هنأجلها لما ناخد إن شاء الله الماستودايتس لوحدها بعدين. يبقى في acute otitis media معاها ماستودايتس هناخدها بعدين، ودي acute otitis media with facial nerve palsy دي هناخدها النهاردة. أخيرا في النيكروتايزنج acute otitis media، وإحنا كنا خدنا زمان لو تفتكر معايا النيكروتايزنج otitis externa، كان الاسم التاني بتاعها malignant otitis externa، أما المرة دي فهي النيكروتايزنج acute otitis media، وهي الكلام فيها مش كتير قوي، سطرين هناخدهم في الآخر بس برضو مهمة علشان لو في سؤال شفوي. ايه اللي يخلي الاكيوت اوتيتس ميديا في الانفانسي وفي التشيلدرن مميزه؟ هي نفس الديفينيشن، اكيوت اوتيتس ميديا يبقى اكيوت انفلاميشن اوف ذا ميدل اوف ذا ميوكوزا اوف ذا ميدل اير كليفت. لو تتذكر حضرتك هو نفس الديفينيشن بالظبط، لكن في الاطفال الصغيرين ليهم مانجمنت مختلف شويه لان ليهم انسيدنس اعلى شويه من الكبار. عشان كده واحد من الاسئله المهمه جدا، acute otitis media is more common in infancy and in childhood than adults. طبعا الجمله دي ترو 100%. ليه؟ انا بحاول اجمعها لك بطريقه معينه عشان تعرف الاهميه، مختلفه شويه عن الكتب اللي معاك، لكن هي في النهايه نفس الكلام ان شاء الله. السورسز كلها تقدر تذاكر منها. فلو نبدا الاول بالايوستيكين تيوب، شايف انا كاتب لك ايوستيكين تيوب اربع مرات، بمعنى كان الايوستيكين تيوب مهمه جدا بالنسبه لي في الاكيوت في الانفانسي وفي التشيلدرن. طيب ايوستيكين تيوب في التشايلد لو تفتكر الرسمه اياها، قلنا انها شورتر وايدر هوريزونتال، معنى كان ان الريت بتاع الاوتيتس ميديا اسرع، ده اول سبب يخليها في الاطفال مور كومن. الحاجه الثانيه انها سهل قوي تتسد، سهل قوي يحصل لها اوبستراكشن زي ما حضرتك شايف باي ادينويد، لو في ادينويد كبيره شويه هتقفلها. طيب وتعمل ادينويدايتس، تعمل فيها الانفلاميشن. الايوستيكين تيوب كمان ممكن تتقفل بحاجه ثانيه، اوبستراكشن وايديما باي فوميتس، يعني لو واحد بيرجع فوميتنج وخدناها قبل كده، اللي عندهم ريفلكس بيحسوها قوي في الاطفال الصغيرين ان الريفلكس ريت بتاعه اعلى، بالذات مع الامهات اللي بتعمل دايما فريكوينت فيدنج، ممكن يحصل ريجرجيتيشن اوف ميلك، وده ممكن يعمل ايديما واوبستراكشن في الايوستيكين تيوب. كمان سبب ريليتد للايوستيكين تيوب هو لو الطفل بيجي له ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن متكرر، اللي هي تونسيلايتس، فارنجايتس، نيزو فارنجايتس، اورو فارنجايتس، اي حاجه من الحاجات دي كلها هي اللي بتعمل الايوستيكين تيوب انفلاميشن. يبقى حضرتك ما تنساش الايوستيكين تيوب مشاركه باربع اسهم في القصه دي، شورتر وايدر هوريزونتال ده الاناتوميكال، obstruction by ثلاث حاجات، obstruction by adenoid او obstruction وإديما من الفوميتس والريجورج، او obstruction وانفلاميشن من الابر respiratory tract infection سواء كانت viral exanthemata او خلافه او bacterial tonsillitis pharyngitis زي ما اتفقنا. ما تنساش ارجوك حاجتين مميزين جدا في الاطفال، التيثينج. دايما يقول لك الطفل اللي بيسنن ودانه بتوجعه، كلمه مشهوره جدا في العاميه المصريه، التيثينج. الاطفال اللي بيسننوا يعني الطفل اللي بيتشقى اسنانه بيحس بين ريفيرد بين، بس ارجوك خد بالك هو ده اوتالجيا، يعني ده ريفيرد بين، يعني دي نوت ترو اكيوت اوتيتس ميديا. لكن هاويفر مع التيثينج ده بيحصل احيان كتير قوي ان الطفل يجي له فريكوينت انفلاميشنز، وهي دي اللي هتبقى الكوز بتاع الاكيوت اوتيتس ميديا. كمان الاطفال اقل من الكبار في الاميونيتي، عشان كده سهل قوي 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 يحصل عندهم الانفكشنز. دول السته ريزونز اللي مخلين الاوتيتس ميديا ان انفانسي وتشايلد هود مور كومن. طيب السبب اللي حضرتك شايفه ده ريليتد للميلك، ليه الارتفيشال ميلك
اخطر بكتير من البريست ميلك في الاطفال الصغيرين ان هو يسبب اكيوتايتس ميديا. لو الام بترضع بريست فيدنج اللي هو نورمال فيدنج، طيب دايما بيبقى الطفل باي ديفولت مرفوع بالشكل اللي حضرتك شايفه على ايدك اليمين. لكن لو الام بترضع عن طريق الباطل فيدنج، جرت العاده على ان بيبقى البوزيشن كده which is wrong. فلازم تاخد بالك ان الرونج بوزيشننج during artificial milk feeding في الاطفال الصغيرين بيبقى معاه more frequency للاكيوتايتس ميديا، لان اللبن سهل يرجع، سهل يحصل له ريجرج زي ما اتفقنا في السلايد اللي فات، ويعمل انفلاميشن وديما في الاستيكين تيوب ويعمل اوتيتس ميديا. فوبالتالي دايما بننبه الامهات ان لازم البوزيشن يبقى 45 درجه زي ما حضرتك شايف، والطفل كده هيرضى حتى لو في جزء من الملك، هتلاقي الملك كله بينساب بسهوله للاستومك. في سببين تانيين في الارتفيشال ميلك يخليه اخطر من البريست فيدنج ميلك او البريست ميلك فيدنج في ان هو يعمل اوتيتس ميديا. نو انتي بوديز، يعني الناتشرال ميلك اللي من البريست بتاع المذر مليان انتي بوديز وبالتالي بيساهم في الاميونيتي، لكن الارتفيشال ميلك ما فيهوش انتي بوديز. في مشكله تانية، مور برون تو انفكشن. يعني ايه؟ يعني بعض الامهات بيغلي اللبن، ينقل اللبن، يحط اللبن، يدوب اللبن، الحاجات دي كلها بتخلي فيه اكتر من تشانس انه يحصل فيه انفكشن، وبالتالي لازم اخد بالي لو سالت ارتفيشال ميلك ليه اخطر. نو انتي بوديز، مور برون فور انفكشن، واخيرا الرونج بوزيشننج. سواء بقى ارتفيشال ميلك او ناتشرال ميلك وعملنا اوتيتس ميديا، ايه السيمتوماتولوجي المميز في الاطفال الصغيرين؟ في الكبيره يقول اي ودني توجعني مش سامع، انما في الاطفال الصغيرين السيمتومز اخطر بكتير. الطفل ده ما بينامش، نايت كراي، بيعيط طول الليل. عشان كده دايما لما يجي لنا الامهات في العياده اول سؤال بساله لها نام كويس امبارح؟ تقول لي لا 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 ما نامش خالص وعمال بيعيط، ان ابيليتي تو سليب ونايت كراي، اعرف على طول ان في شك في اوتيتس ميديا. او مسالها السؤال الثاني، كان في دورز وكان بقى كان في دور برد الفتره اللي فاتت، تقول لي اه خلاص يبقى احنا بنتكلم، ناقص بقى عينيا بص بيها في الساينز. في حاجه ثانيه اخطر، ان الطفل ده عنده فيفرز ورايجرز. يعني الكبير مش كده، الكبير الفيفر مهما كان ما بتبقاش شوتينج، ما بتبقاش هاي، لكن في الاطفال الصغيرين مش بس هاي فيفر، ده ممكن الطفل يجي له رايجرز يترعش. ليه بقى؟ لان الهيت ريجولاتوري سيستم في البرين في الطفل الصغير از اماتيور، وبالتالي سهل جدا 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 الفيفر تشوت. خلاص، فدي حاجه مهمه جدا، هاي فيفر 39 و40 وانت طالع. طيب الفوميتنج والدياريا بقى، يجي لنا طفل معاه نايت كراي وان ابيليتي تو سليب وكان عنده دورزو كامل كام يوم اللي فاتوا دول وفيفرز ورايجرز، وتقول لي الام حاجه كده تخدعني، تقول لي والله يا دكتور وبقاله من ساعتها عمال بيرجع وعنده دياريا، فوميتنج ودياريا. انا اقول لها اوبا ده تكون جاسترو انترايتس. لا، لازم تنتبه لنقطه مهمه، اذا كانت السيمتومز دي كلها مربوطه بنفس الاتاك وحضرتك بصيت بعينيك فلقيت اوتيتس ميديا، هشك على طول ان الفوميتنج والدياريا دول مس دايجنوزد ان هما جاسترو انترايتس، لكن حقيقي هما سنترال ايفكت للاوتيتس ميديا. ليه؟ بقول لحضرتك الهيت ريجولاتوري سنتر في البرين او سيستم في البرين از ستيل اماتيور. نفس الكلام على السيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك ايفكت، ستيل اماتيور، وبالتالي سهل قوي يكون الفوميتنج والدياريا دي ممكن تكون سنترال ايفكت، ما تبقاش بقى ان الولد عنده جاسترو انترايتس. فارجوك اذا جالك الطفل فوميتنج ودياريا شخصه جاسترو انترايتس، لكن لو لقيت معاه نايت كراي وان ابيليتي تو سليب وفيفرز ورايجرز وشفت بالساينز اللي انا اقولها كمان شويه اكيوتايتس ميديا، انتبه دي ممكن ما تكونش فوميتنج ودياريا بريفرال، ممكن تكون فوميتنج ودياريا سنترال نتيجه الاماتوريتي اوف ذا سيستمز اوف ذا برين. طيب ايه السيمتومز التانية اللي الطفل هنشوفها عليه؟ مش الساينز، انا لسه بقول سيمتومز. الطفل ده عمال بيلعب في ودنه، يعني تلاقيه عمال بيخبط بايده في ودنه، يخبط بايده في ودنه، او يحركها على كتفه، يحرك ودنه على كتفه، او ولو المذر بترضع ناتشرال هتلاقي الطفل بيلعب على البريست، بيحرك راسه، بيحرك ودنه على البريست بتاع المذر على التشست، لان هو متالم عمال بيعمل الالم ده زي ما يكون بيعبر لها، بيقول لها انا ودني وجعاني. طيب الهيد نودنج يعني ايه بقى الحركه دي؟ تلاقي الطفل عمال بيحرك راسه من جنب لجنب، بيحرك راسه من جنب لجنب، يعني رايت ليفت او فوق تحت. في النهايه دي معناها حاجه تشككك ان الطفل ده عنده حاجه مش قادر يستحملها، وهي طبعا ديفينتلي الفلويد اللي مالي الاير اللي بيعبر عن الاوتيتس ميديا. فارجوك خد بالك من الاثنين دول، الاب يجي لك او الام تجي لك تقول لك الطفل عمال بيحرك راسه من جنب لجنب وعمال هاري ودنه بيلعب فيها مش عايز يبطل. طيب ساينز بقى حضرتك هتشوف ايه؟ انتبه، الساين اللي احنا متفقين عليها من زمان هي الابسنس اوف كون اوف لايت، ودي قديمه وانتهينا منها وقلنا خلاص مفيش كون اوف لايت طبيعي. طيب احنا فاكر يا دكتور حازم المحاضره اللي فاتت اللي انا برضه هفكركم باللينك بتاعها في اسفل المحاضره دي في الديسكربشن، قلنا فيها ان بيعدي بمرحله
تيوبا القطار وراها ميدل اير قطار ثم بولجينج درام. في مشكله في الاطفال الصغيرين ان الدرام بتاعتهم فيري ثيك، يعني ثيكر ذان ادلتس، وبالتالي فكره انك تستناها تبولج دي جريمه، لانك انت هتلاقيها كونجستد بشكل عنيف لكن مش لازم تلاقيها بولجينج، يعني هتلقى كونجشن بس less bulging than adults. ليه؟ لان الدرام ثيك. طب دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ ما الدرام ثيك برافو عليك، يبقى مش هتتخرم، مش هتتفتح، مش هيبقى فيها perforation. لا دي حاجه مش حلوه. ليه؟ لان في المره اللي فاتت لو تفتكر لما حصل البرفوريشن السيمتومز قلت والساينز قلت، صحيح حصل برفوريشن بس ان شاء الله هيل، لكن المره دي مفيش تصريف، ده الدرام از فيري ثيك، يعني حصول البرفوريشن في الاطفال الصغيرين less common. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الباس بقى trapped in the middle ear، وده اللي يدي فرصه للcomplications، يعني تبدا تعمل mastoiditis، تبدا تعمل facial nerve palsy، تبدا تعمل abscess. الحاجات دي كلها لازم انتبه ليها جدا. يبقى absence of cone of light, congestion only, and please don't wait for the bulging because the drum is thick and complications are more common. ليه more common؟ less immunity with thick drum. طيب التريتمنت منطقي، نفس الدواء اللي احنا قلناه قبل كده بس هنزود عليه حاجه بسيطه. زمان قلنا سيستميك انتي بايوتكس وانالجيزيا، مش هنلعب فيهم. زمان قلنا لوكال نيزل دي كونجستنس، لان السبب كله لو تلاحظ جاي من يوستيكيان تيوب. زمان قلنا لو الدرام انتاكت ادي جليسرول فينول وورم اير دروبس عشان تقلل البين، هي نفس الكلام. انما وزمان قلنا برضو تفتكر قلنا بنستنى 48 ساعه، المره دي 48 ساعه دول فيصليين يعني حاسمين مع الطفل ده، لانك لو لقيت لسه الاير درام كونجستد ما تقولش بقى هستناها لما تبلج، لا ده انت ممكن يحصل عندك كومبليكيشنز زي ما اتفقنا، فاحنا هنستنى ال 48 ساعه. لو الطفل ما بيتحسنش هنعمل المايرينجوتومي، مش هنستنى بقى ونطول في الانتظار مع الادلت. الادلت بيقدر يعبر عن مشاكله، لكن الطفل الصغير هتحصل عنده المضاعفات واحنا مش داريانين. مايرينجوتومي، وبعد ما تعمل المايرينجوتومي وتطلع الدسشارج اللي موجود، لو تفتكر بتعمل ساكشن زي ما اتفقنا زمان، بنعمل الاير تويلت الساكشن وبندي اللوكال انتي بايوتيك اير دروبس المره دي بعد ما بتعمل المايرينجوتومي. الاسبيشال فورم الثانيه هي الاكيوتاتس ميديا اللي جاي اوريدي البيشنت بفيشيال بولسي بقى، يعني حضرتك بتاكزامن طفل كان نايت كراي وفيفر ورايجرز وخلافه وكان عنده دورزو كام قبلها، وبصيت لقيت كونجستد درام او كونجستد بولجينج درام، بس الطفل اول بريزنتيشن ليك وانت بتبص على ده لقيت عنده فيشيال بولسي، ما تقولش بقى بس انا هدي انتي بايوتكس وهدي انالجيزيا واقول للطفل تعالى بعد يومين ونشوف الاخبار وندي نزل دي كونجستنس. لا يا حبيبي، انت كده بتاخر جدا الريكفري او ذا فيشيال نيرف. يعني لو الطفل جالك انيشيالي معاه فيشيال بولسي ما تستناش، اعمل كل اللي فات ده اللي الانتي بايوتكس والجليسرول فينول عشان تقلل البين مع الانالجيزيا مع نزل دي كونجستنت، بس لازم تاخد الطفل ايميديتلي اون ذا سبوت تعمل له مايرينجوتومي. ليه بقى؟ عشان تقلل الباس الموجود trapped in the middle ear، وبالتالي ترحم الفيشيال نيرف من الإفكت بتاع الأوتيتس ميديا الأكيوت فيه. طيب هو هل كل طفل عنده أوتيتس ميديا بيحصل له فيشيال نيرف بولسي؟ طبعا الكلام ده كلام مش صحيح. اللي بيحصل لهم نسبة بسيطة جدا عندهم حاجة اسمها dehiscent facial nerve. dehiscent facial nerve بالصدفة congenitally حتة من الفيشيال نيرف كورس التمبانيك او الماستويد بتبقى dehiscent، مش متغطية بالعظم، بتبقى حتة مكشوفة من الفيشيال نيرف مش في الفيشيال بوني كانال الفالوبيان كانال. طيب ايه اللي هيحصل؟ سهل قوي ان الباس يأثر عليها. الباس ده لو أثر عليها هيعمل inflammation، والinflammation ده إديمة، وممكن بعد كده يعمل facial nerve paralysis. يبقى ساعتها زي ما قلت لك لازم تلحق الطفل لو presented ليك بأcute facial palsy myringotomy followed by antibiotic systemic local plus the ear toilet suction وخلافه. and please do not wait if the child presented with facial palsy and congested bulging drum، أرجوك الحقه واعمل myringotomy وكمل المديكيشن زي ما انت بتعملها، لأنك انت هترحمه من effect ممكن أثره يفضل طول العمر. آخر واحد هو necrotizing otitis media، ودي حاجة very rare مش بنشوفها كتير، ودي حصل لو حصل هيبقى في الإكزانثامتا، يعني اللي هي الميسلز والحاجات اللي زيها، بس لو كانت aggressive form ساعتها ممكن تعمل total loss of the eardrum، تعمل acute necrotizing otitis media مش external، وتعمل necrosis of the whole drum، ودي حقيقي مش بنشوفها كتير قوي، خلاص بقى في تطعيمات وخلافه. إنما لو حصلت وشفناها which is very rare، الطفل ده ممكن يستفيد قوي لو تعمل له early myringotomy عشان تقلل الإفكت بتاع الإديمة والفيرال إنفكشن على الميدل إير لما بتعمل الجود إرياشن. في زي ما قلت لكم الأكيوت أوتيتس ميديا معها مستوديتس دي هنأجلها لبعدين. What is needed to know
ان acute otitis media is that it's more common in infants and children. وقلت لك الاسباب اللي ليها ريليشن بالاستيكن تيوب. وارجوك خد بالك ان الدرام is very thick في التشيلد, او بلاش نقول very thick, نقول thicker than adults, وبالتالي هتريزيست البلجنج. وبالتالي ارجوك ما تستناش البلجنج. ارجوك لو الطفل ما تحسنش خلال 48 ساعه, جو اون واعمل فيشيال واعمل مايرينجوتومي عشان ترحمه من الانسيدنس اوف ذا فيشيال نيرف injury أو incidence of mastoiditis. ده كان درس النهاردة لل special forms of acute otitis media, وبكده يبقى خلصناها تماما. وهيبقى عندنا إن شاء الله محاضرات جديدة في ال chronic otitis media لاحقا. Thank you so much.